بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنها لفرصة طيبة هذا اللقاء المبارك ليحصل به إن شاء الله المذاكرة ويحصل فيه الانتفاع للجميع، فإنه يجب على المسلمين عموما أن يهتموا بطلب العلم النافع، وأن يتفقهوا في دين الله كل بحسب حاله، لأنه لا بد من العلم والعمل، والعمل إذا كان على غير علم فإنه لا يعبأ به، لأنه على غير أساس صحيح. وكذلك العلم إذا لم يكن معه عمل فإنه لا فائدة منه، بل يكون حجة على حامله. فلا بد من العلم والعمل، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأهل الطريق المستقيم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال بعد ذلك: غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين عندهم علم ولكن ليس عندهم عمل. وذلك كاليهود ومن تشبه بهم من علماء الضلال ولا الضالين، وهم الذين عندهم عمل وعبادة ولكن ليس عندهم علم، بل يعبدون الله على جهل وضلال. سماهم الله ضالين، والضال هو الضائع الذي أخطأ الطريق. يقال: ضل فلان عن الطريق. إذا أخطأ الطريق وسار على غير طريق صحيح هذا ضال، مما يبين أهمية هذين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. والعلم لا يحصل تلقائيا، العلم لا يحصل إلا بالتعلم والطلب والاهتمام، وذلك بأن يشاهد المسلم في أن يطلب العلم على أهل العلم، تلقى عنهم العلم بحسب مقدرته وحسب استطاعته، ولو شهرا في السنة أو أسبوعا من الشهر أو يوم من الشعب، لكن يداوم على هذه الفرصة، يداوم على هذه الفرصة ولو كانت قليلة ينفع الله بها. فيحرص المسلم على طلب العلم مهما أمكنه ذلك، والعلم وإن كان قليلا مع العمل الصالح ينفع الله به ويبارك فيه، ولا سيما تعلم ما لا يسع المسلم جهله من احكام عقيدته واحكام صلاته واحكام زكاته واحكام الصوم واحكام الحج والعمر، اركان الاسلام الخمس. هذا ضروري لكل مسلم ان يتعلم كيف يؤدي هذه الاركان على الوجه المشروع، وما هي الأشياء التي تخل بها أو تفسدها حتى يتجنبها.
الأمر الثاني بعد تعلم العلم على يد العلماء، الأمر الثاني كثرة المطالعة في كتب أهل العلم. إذا كان الإنسان عنده تمكن يكثر من المطالعة في كتب أهل العلم ليزداد علما على ما تعلمه على يد العلماء، ولأجل تنمو معلوماته، ولا يطالع أي كتاب، وإنما يطالع الكتب النافعة المفيدة التي تنمي ما عنده مما درسه على العلماء، تفتح له المجال للتزود. وإذا أشكل عليه شيء يسأل عنه أهل العلم. الأمر الثالث من طرق تلقي العلم حضور الندوات والمحاضرات والدروس التي تقام في المساجد، يحرص الإنسان على تتبعها. فإذا سمع بمحاضرة، سمع بندوة، سمع بمجلس علم لدرس، يذهب إليه ولا يتكاسل. واليوم الحمد لله وسائل النقل متوفرة، بإمكانك أن تصل إلى مجالس العلم في أي مكان، ولا يكلفك هذا شيئا من المشقة أو الوقت الطويل. والأمر الرابع أن تحرص على استماع البرامج التي تذاع، التي تذاع في الإذاعة، برامج العلم التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم، فإنها كلها علم. إذاعة القرآن كلها علم، تلاوة للقرآن وتفسير ومقالات طيبة وبرامج مركبة في الفقه، في التوحيد، في سائر العلوم. ما تفقد فن من الفنون العلمية إلا يمر شيء منها في إذاعة القرآن. تابع هذه الإذاعة، برامج الفتاوى نور على الدرب، وما وهو يأتي كل ليلة، في كل ليلة من ليالي الأسبوع مرتين، في بعد المغرب وبعد العشاء. تابع هذه البرامج لتستفيد منها، هي ما تذاع لكم، ما تذاع يعني سدا للفراغ أو لإشغال الإذاعة فقط، فهي تذاع لكم، تذاع للمنتفعين، للمستفيدين. فإذا حرص الإنسان على هذه الأمور تلمت عنده المعلومات النافعة وتبصر في دينه. والأمر الخامس السؤال، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه وعما عرض له من المشاكل، يسألهم شفعيا وهاتفيا وكتابيا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحاصل أن الشأن في الاهتمام، وإلا فالخير موجود والحمد لله، لكن الشأن في الاهتمام. الإنسان اللي يهم دينه فإنه يجد الخير ولله الحمد ويستفيد. وهذه الدروس وهذه المحاضرات إنما هي تعقد من أجلكم ولأجل تعليمكم ولأجل إفادتكم، وهي لا تعقد لأهل المسجد الذي تقام فيه فقط، إنما تعقد للجميع، لجميع أهل البلد، جميع أهل البلد، ما هي خاصة بالمسجد الذي تقام فيه فقط. فإذا حقوا هذا الاهتمام وحقوا هذه المتابعة والمداومة على الخير، حصل الخير الكريم وزالت إشكالات كثيرة وصح الطريق أمام الناس، وحصل انتشر العلم والعمل بهذه الطريقة. أما إنسان أو ناس يبقون على ما هم عليه ويعرضون عن هذه الأمور ولا يحرصون عليها، فإنهم يبقون بجهل، وقد يعبدون الله على جهل وضلال فيكونون من الضالين.
أنت لماذا تقرأ هذه الفاتحة وتدعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم؟ قسم الناس ثلاث أقسام، القسم الأول أهل العلم والعمل، والقسم الثاني أهل العلم بدون عمل، القسم الثالث أهل العمل بدون علم. ما ألزمك بقراءة هذه السورة إلا لأجل أن تعمل بها، تعرف معناها وتعمل بها لما فيها من النفع العظيم. فواجب على المسلم أن يبادر إلى تلقي العلم النافع في أمور دينه ومعاملاته، معرفة الحلال من الحرام في المآكل في المشارب في الملابس في المعاملات في البيع والشراء في الجميع، يعرف الحلال من الحرام من أجل أن يأخذ الحلال ويترك الحرام. هذا هو الواجب على كل مسلم وكل مكلف، من ذكر إلى أنثى، غني أو فقير، ملك أو صعلوك، الجميع واجب عليهم هذا الأمر. فيقول الإنسان أنا كبير وأنا وزير وأنا موظف وأنا مدير وأنا ولا يحضر هذه المجال، هو مسؤول عن هذا يوم القيامة، ولا يستنكف ولا يستكبر عن حضور مجالس العلم، ولا يقول الإنسان أنا عالم أنا فاهم لست بحاجة إلى هذه الأمور، ما أحد يسألني عن العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له وقل ربي زدني علما، الرسول أمره الله أن يدعو ربه أن يزيده من العلم، فالمسلم بحاجة إلى المزيد من العلم، ولا أحد يقول أنا بلغت من العلم مبلغا يكفيني. لا، طالب العلم لا يقف عند حد، لأن العلم بحر ما يحد، ولا يمكن أن تحصي العلم وتحيط به، فعليك بمواصلة الطلب، مواصلة طلب العلم، كل بحسبه وكل بإمكانياته، لكن الشأن والهلاك في الإعراض وعدم الاهتمام، هذا هو الهلاك. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما دام المدخل معهم فتح صلاة، لكن يكمل العشاء أربع ركعات، لأن صلاة العشاء تختلف عن صلاة المغرب، تختلف عن صلاة العشاء، فيكملها أربع ركعات بدل ما يكثرها. ولو لم يدخل معهم لكان أحسن، لو صلى العشاء وحده أو مع جماعة مثله فكان أحسن، لأن صلاة العشاء خلف المغرب هذا محل إشكال عند أهل العلم، اختلاف صفة الصلاتين، لكن ما دام دخل معهم بنية الصلاة صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن عليه يكملها أربع ما يقصر في هذه الحالة. نعم. تحت الجو لم يصدر إلى الآن وراء إن شاء الله خير. نعم. يقول دكتور الإنسان يرسم أكثر مرات بحسب مبلغ المنام على أن يعين على سيارة ليكتب السيارة ويعطيها مسلسل المخرج بعد فتح القرية. شخص يقترب بحسب مبلغ المنام على أن يعين ذلك المبلغ ويكتب السيارة، ما يصح هذا الأمر؟ لا يصح هذا الأمر، من يعيد المبلغ بيد نفسه وعدده، يأخذ منه 100 ريال يرد له 100 ريال، ولا يرد له السلعة أو يرد له السيارة، لأن هذا يجر نفع،
يجر للمقرض نفعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. الرد القرض يرد بنفسه، المثل بمثله والقيم بقيمته، ولا يرد من مال آخر. نعم. وسائل الإعلام عندنا والحمد لله منزهة ومبرعة عن هذا، هذه وسائل الإعلام لا هي عندنا، هي في الخارج، وهذا كلام باطل. والإيمان بعذاب القبر واجب، تواترت النصوص، تواترت النصوص بثبوت عذاب القبر، ولم ينكره إلا المعتزلة أهل الضلال الذين يحكمون العقول ويستهينون بالنصوص، يحكمون عقولهم، فهذا مذهب باطل ومذهب ضال، ويجب على المسلم أن يستنكره وأن لا يتأثر به وأن يحذر منه. هذا باب من أبواب العقيدة يريدون أن يهجروه، ثم يتطرقون إلى باب آخر وهكذا حتى يحللوا الناس من العقيدة بهذه الطريقة الخبيثة. وعذاب القبر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فنحن نثبته كما جاء في النصوص ولا نتعرض لكيدية، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. دعاء القنوت في التراويح وفي غيرها علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبقه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فيؤتى بهذا الدعاء. وإذا زاد عليه أدعية جامعة طيبة فلا بأس، لكن غير تطويل، من غير تطويل، ولا يتخذ الدعاء ترانيم ويتغنى به ويردد ويكرر ويتخيطع، هذا كله تكلف، هذا تكلف وإطالة على الناس ومشقة على الناس. فلا هو يترك القنوت ولا هو يبالغ فيه، بل يتوسط والحمد لله، والدين وسط ولله الحمد، لا جعل عليكم في الدين من حرج. فيؤتى بالقنوت وهو سنة، ويقتصر على الوارد والذي لا يشق على الناس. أما ما يفعل بعض الأئمة هداهم الله من أنه يسرع في صلاة التراويح بسرعة، ويقرأ القرآن بسرعة ولا يتأمل فيه ولا يترسل فيه، وإذا جاء دعاء القنوت فإنه يترسل ويطيل ويخشع، فهذا خلاف السنة. المفروض العكس، المفروض أنه يطمئن في الصلاة ويرتل القرآن ترتيلا، ويقرأ بطريقة مؤثرة، ويطيل الركوع والسجود إطالة لا تشق على الناس. وأما القنوت فيختص فيه، يختصر في القنوت، هذا هو السنة. نعم. لا أصل لهذا العمل، تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام، وتخصيص يوم النصف من شعبان بالقيام، لا أصل لهذا العمل، هذا بدعة كما نص عليه أهل العلم، ولم يدل دليل على خصوصية هذه الليلة أو يوم النصف من شعبان، لم يدل دليل صحيح، كل ما ورد فيه فهو غير ثابت، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر في كتابه أو في كتبه، وكما نبه على ذلك
الإمام ابن رجب في كتاب وظائف وفي لطائف المعارف، في كتاب لطائف المعارف لوظائف الشهور، نبه على هذا الأمر وقال إنه لم يثبت في منتصف شعبان شيء، لا في ليلته ولا في يوم، بل هو كسائر الأيام. من كان من عادته القيام بالليل يقوم ليلة النصف من شعبان تبعا لغيرها، من كان من عادته القيام يقوم النصف من شعبان تبعا لغيره، أما تخصيصهما فهذا بدعة. نعم. هذا ورد فيه دليل، صلاة أربع قبل العصر ورد فيه دليل لا بأس به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة خير، فإذا واظب عليها هذا عمل طيب لأنه يعمل بسنة. نعم. أخبرنا الله يجوز خاتم الحرير خاتم الحديد للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب من الرسول أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوجنيها، وطلب من الرجل أن يأتي لها بمعه فلم يجد شيئا، قال له التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. انما كرهه بعض العلماء يقول لانه حلية سهل النار، والحديد حلية سهل النار، ولكن هذا لا يدل على تحريمه، لا يدل على تحريم لبس خاتم الحديد، لان الاصل الاباحه الا اذا دل دليل على تحريمه فنحن نسلم للدليل، ولا الاصل في الملابس الاباحه. نعم. أخذكم الله تقول بجميع أنواع على السيارات، على الجسم، على الممتلكات، على كل حرام، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز التأمين بجميع أنواع، لأنه يأخذ أموال الناس، إذا أصابه شيء أخذ أموال الناس، وقد يكون الغرامة كبيرة فيأخذها من أموال الناس، وما الذي يحل له ذلك؟ وفيه مغامرة مقاطرة، فيه ربا أيضا، يدفع مال يسير ثم قد يعود عليه مال كثير، وهذا ربا. الواجب على المسلم أن يتوكل على الله ويعتمد على الله، وإذا أصابه شيء من في سيارته أو في ماله يصلحه من ماله، يصلحه من ماله، يصلح العطاء من ماله، وهذا شيء قدره الله عليه، ولا يظلم أحدا ولا يأكل أموال الناس بالباطل. نعم. هذه من مباحث أصول الفقه، وهذه ما يصل إليها إلا من تعلم وفهم هذه الأمور. دلالة المطابقة، يقولون إذا دل الشيء على ثمان معناه هذه دلالة مطابقة، وإذا دل الشيء على بعض معناه هذه دلالة تضمن، وإذا دل الشيء على شيء خارج عن معناه فهذه دلالة التزام. هل عند الوصوليين؟ نعم. فعلت محررا تأثم عليه يبطل صيامك، صيامك يبطل وعليك القضاء، ولا تعود لمثل هذا الشيء. لا، النظر في المحرم حرام، وإذا ترتب عليه الإنزال يفقد الصيام، اللمس محرم، وإذا ترتب عليه إنزال الشهوة يفقد الصيام مع الإذن، فعليه أمران التوبة وعليه القضاء وعليه أمر ثالث وهو ألا يعود لهذا الشيء. نعم.
الفتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين، ولكن هم قلبوها وسموها فتوى بجواز التأمين، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن التلبيس على الناس. والقرار موجود والحمد لله، يكذبهم ويرد عليهم. نعم. التوبة هي الرجوع، الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، تاب إلى رجع، وكذلك الإنابة، الإنابة هي الرجوع، وتاب تاب التاء أي رجع. ويشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول ترك الذنب الذي تاب منه، والشرط الثاني العزم لا يعود عليه في المستقبل، لا يعود إليه في المستقبل، والشرط الثالث الندم على ما حصل منه. وإذا كانت التوبة من ظلم للناس فهناك شرط رابع، وهو أن يطلب منهم المسامحة ويرد عليهم ما أخذه منهم من مال بغير حق، يرده عليهم إلا أن يسمحوا له. وهناك شرط عام وهو أن تكون التوبة قبل الغرغرة، قبل الغرغرة، فإذا بلغت الروح الغرغرة فلا تقبل التوبة، أو طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان لا تقبل التوبة من أحد. نعم. فيشترط أن تكون التوبة قبل هذين الأمرين، قبل الغرغرة بالنسبة لكل فرد، وقبل طلوع الشمس من مغربها لعموم الناس. نعم. القرآن لا يعبث به ويكتب على الجدران أو يعلق على الصدور أو على السيارات أو على، هذا من العبث للقرآن وتعريضه للامتياز. وربما يكون الأمر أشد إذا اعتقد أن هذه الأمور يتوقع بها العين. القرآن ما أنزل لهذه الأمور، القرآن أنزل للتلاوة والعمل، التلاوة والتدبر والعمل، بدون أنه يعلق على الأشياء أو يعلق على لوحات أو يكتب في أوراق ويحط عزائم تعلق على المريض أو على الباب لأجل الوقاية من العين. هذا كله من الأمور المحرمة. نعم. صحيح ان الذهب الذي يعد للذب والزينه انه ما فيه زكاه، لانه تحول من كونه مالا ناميا الى كونه مالا مستعملا، لم يعد للنماء فلا زكاه فيه. وهذا مذهب جمهور اهل العلم سلفا وخلفا. ولأن ما كل النساء تستطيع أن تجفي على حلية، فإذا كان ما عندها مال فماذا تعمل؟ تحرم من الحلي أو أنها تبيع من حلية أو تجفي ينفد ما عندها. فالصحيح إن شاء الله أنه لا زكاة في الحلي المعد للبس والاستعمال، وأما الحلي المعد للبيع أو المعد للقنية في المستقبل فلا فيه الزكاة كغيره من الأموال. نعم. وإذا كان على المرأة زكاة، لها مال تجب فيه الزكاة، ودفع عنها زوجها الزكاة، صح هذا إذا وكلته، إذا أذنت له أو وكلته، لأن دفع الزكاة عبادة يحتاج إلى نية، فلا بد أن توكله بذلك لتحصل منها النية عند التوكيل. لا. أكبر من
لا يفقد الصوم، لكن الفقهاء يقول مكره انه يتعمد جمع ريقه ويبتلعه، هذا مكروه كراهه التنزيل، والا هو ما يفقد الصوم ان شاء الله. نعم. حكمه شديد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي صحيح مسلم من أتى كائنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالأمر شديد، فلا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا يجوز تصديقهم، بل يجب مقاطعتهم والتحذير منهم وتكريمهم، لأنهم بطلة ويدعون علم الغيب. الواجب أنهم ما يفرقون في مجتمع المسلمين، الواجب أنهم يشهر بهم ويقام عليهم الحكم الشرعي. نعم. هذا الله كل سائر أن يكون عصرته في الدنيا من الأجيال الحضارية ومريض بعد أمر الدنيا المخرج للدعاء يجب أن هذا الأجيال على كل سائر بعد أن يكون هذا الأجيال فكيف أن يكون هذا هذا بيع غير صحيح، البيع المعلق بعد ذكر ما هو صحيح، البيع لابد يكون منجز، فإذا أخذت بعقد البيع صارت ملكا لك، صارت ملكا لك بموجب عقد البيع، وإذا حال عليها الحول أو على قيمتها فإنك تقومها بما تساوي في وقت تمام الحول، تسرد كل ما عندك من الأدوات المعروضة للبيع والأجهزة المعروضة للبيع وجميع السلع تسردها تجردها وتثمنها بما تساوي، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قدرتها بها. نعم. ما هو طيب هذا؟ العادة السرية لا تجوز، وإذا طلبوا منه سائلا للتحليل يأخذ معه زوجته يخلو بها في مكان قريب ويحصل المقصود، يأخذ معه زوجته ويخلو بها في مكان قريب من المستشفى أو المختبر ويحصل المقصود مكان مستور ويحصل المقصود في الخلوة ويحصل التحليل، أما أن يستلمي فهذا أمر لا يجوز، يعني استمتاع بغير ما أحل الله عز وجل. نعم. إذا تأكدت أنه ما جاي مع أحد وعندك مسجد قريب اذهب إلى المسجد ولا تؤذن، يكفي أذان المسجد الذي فيه الجماعة ولا تؤذن، إلا إذا أردت أن تصلي في المسجد أذن، أما إذا كان ما جاي أحد يعني تجد أن ما جاي أحد فأن تذهب إلى المسجد ويأتي أذان المسجد القريب. نعم. وإن جاءك أحد تصلي ولو جاء واحد، لأن الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، وتؤذن إذا علمت أنه سيأتي أحد ولو واحد أذن وصلوا جماعة ولو اثنين ولا يعطل المسجد من الصلاة. نعم. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا بد أن يكون هذه المنطقة مستورة بما يغطيها تماما من غطاء خفيف يستر ما وراءه،
أما الغطاء الشفاف الذي لا يستر ما وراءه فهذا وجوده كعدمه ولا تصح الصلاة به، بل يحرم لبسه ولو في خارج الصلاة لأنه لا يستر العورة. ولكن إذا لبس في الصلاة فمع التحريم لا تصح صلاته لأنه لم يستر عورته. نعم. نعم، إذا أجرتهم لهذا وهم يبيعون هذه الأطباق الفضائية الخبيثة فإن أجرتك لا تحل، فعليك أن تشترط عليهم عند التأجير أنهم لا يبيعون هذه الأدوات، وإذا باعوها تخرجهم من المكان. أما إذا أجرتهم وتركتهم يبيعونها فقد تعاونت معهم على الإثم والعدوان، لأن هذه آلات خبيثة لا يجوز بيعها ولا شراعها ولا استعمالها. نعم. البخور نعم لا يجوز الاستنشاق، البخور اللي هو دخان العود او غيره من الاطياب لا يجوز للصائم استنشاقه. واما بقيه الاطياب السائله التي توضع على الثوب او على البدن فلا باس ولا تؤثر على الصيام. والثاني ما هو السواق طيب، يستاكل السواق سنه يستاكل الانسان وهو صائم لا باس. نعم. إذا كان الخارج من البدن نجسا كالدم وكان تهيرا ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا دم يسير إذا خرج منه دم يسير فهذا لا ينقض الوضوء. واعتبار القليل والكثير يرجع إلى عرف الناس المتوسطين، فما عدوه كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فهو قليل، عبرة بالمتوسطين لا بالمتشددين ولا بالمتساهلين. نعم. ثم أذكار التي أدبار الصلوات هذه خاصة بالصلوات، يعني نوع من الأذكار موظف في وقته. وأما أذكار الصباح والمساء فهي جاهلة على أذكار الصلوات، يأتي بها على حدة بمناسبة الصباح أو بمناسبة المساء يضيفها إلى الأذكار التي بأدبار الصلوات. نعم. هذا هو السنة، إنه إذا بلغت سلام أحد تقول عليك وعليه السلام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المهم انه يبدأ القطعة بالحمد لله، هذا هو السنة وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الوارد في القرآن الحمد لله كذا. اما ان الحمد لله هذا لم يثبت عن الرسول ولا هو في القرآن ايضا، انما ورد في بعض روايات حديث خطبة الحاجة في بعض الروايات، والرواية الصحيحة في خطبة الحاجة أنها بلفظ الحمد لله، فينبغي تجنب هذه اللغوة إن الحمد لله ويأتي بدلها بالحمد لله كما هو في القرآن وكما هو في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم مروية وليس فيها إن الحمد لله، إنما هذا ورد في بعض روايات حديث خطبة الحاجة
هي سنة، ولكن يكون يقضيها في الصباح هذا أحسن، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أي إذا جاءت صلاة الليل فيستحب له أن يقضيها في الصباح، لكن يقضيها شفعا لا وترا. إذا كان ينكر بثلاث يجعلها أربع، إذا كان ينكر بخمس يجعلها ست، وهكذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، من جدة إلى 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 الجبيل أو غيرها. ما يجوز للمرأة في الطائرة أو في غيرها، هذا عام. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام في كل زمان وفي كل مكان في كل وسيلة من وسائل السفر، لأن المرأة عروة للخطر، وهي امرأة ضعيفة تحتاج إلى محرم يصونها ويقوم بحاجتها. وافرض ان الطائره اصابها خلل او لم تذهب الى المطار الذي قصدته لعارض عرض لها، من الذي يستقبل المراه في البلد الاخر؟ فما هذا ما يصلح ابدا، لا بد للمراه من محرم صاحبها. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله، وقال إن امرأته خرجت حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو والجهاد من أجل أن يحج مع امرأتك. نعم. ما عليك شيء في هذا، انت عملت بالسنه فما عليك شيء. اذا جمعت جمع تقديم ووصلت الى البلد فقد صليت الصلاه واديتها اداء صحيحا، فلا عليك اعاده ولا عليك شيء ولا اثم. لكن الأفضل إنك إذا غلب على ظنك إنك تبي تصل البلد في وقت الصلاة الثانية، الأفضل إنك تؤخر الثانية وتصليها بعد الوصول مع الجماعة، هذا هو الأفضل. ولو إنك صليتها في الطريق مع الأولى صح هذا، والحمد لله. نعم. ما هو صحيح، ما تم عليه الحول وهو معروض للبيع، ما تم عليه الحول وهو معروض للبيع يجب أن تقومه وأن تخرج زكاته ولا تستثني منه شيئا ما دام أنه معروض للبيع. نعم. لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد عن السلف ولا عن أحد من أهل العلم إلا قلة نادرة لا يعتبر بهم، فلا تجمع العصر مع الجمعة، ومن جمعها فعليه الإعادة لأنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. نعم. إنما تجمع العصر مع الظهر. نعم. والجمعة غير الظهر، الجمعة فرض مستقل ليست هي الظهر. نعم. لكنها تغني عن صلاة الظهر. نعم. الحمد
هذا الوداع غير صحيح، لأنك أتيت به قبل أن تكمل مناسك الحج، باقٍ عليك الرمل. الوداع إنما يكون بعد الفراغ من جميع أعمال الحج بما فيها الرمل، فعليك فدية، عليك فدية عن هذا الطواف لأنه لم يصح، فمعناه أنك تركت طواف الوداع، فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك. نعم. هذا سبق في أول جواب لهذه الحلقة، قلنا ما يجوز تعليق البيع على التطبيق، إما أن تشتري هذه الحال وإما أن تترك. أما أنك تقول أنت تصرف في ملكي وما تصرف تردها عليك، هذا لا أطيع ولا يصح. نعم، هذا فيه جهالة، لا يدرك أن شريتها ولا ما شريتها، فيه جهالة. نعم. إذا ذهبتم مسافة قصدتم مسافة تزيد على 80 كيلو جاز لكم القصد، لأنكم مسافرون، ولو كان السفر للنزهة ما دام السفر لشيء مباح يجوز لكم القصد. وأما الإقامة في البر إذا كانت إقامتكم أقل من 4 أيام فأقل يجوز لكم القصر أيضا. أما إذا نويتم إقامة تزيد على 4 أيام فلا بد من الإتمام، لأن السفر انقطع في هذه النية. نعم. يوم الجمعة لا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأموم إلا في الاستسقاء، دعاء الاستسقاء يرفع الإمام يديه ويرفع المأمومون أيديه، سواء استسقى في خطبة الجمعة أو استسقى في خطبة الاستسقاء. أما في غير ذلك فلا ترفع الأيدي وقت الخطبة لا من الإمام ولا من المأمومون. نعم. إذا كنتم مسافرين يجوز لكم الجمع، وجمعتم العصر مع الظهر جمع تكبير، هذا صحيح. أما إذا كنتم غير مسافرين قليتم العصر قبل وقتها هذا ما يصح، لابد من إعادته. نعم. أهلا الله. يقول هذا السائل بعضهم إذا إذاعة العمل لتمويل الخاصة. لا يجوز استخدام سيارة العمل، سيارات الحكومة أو سيارات الشركة إلا بإذن المسؤولين للأمور الخاصة، لأنها مخصصة للعمل، فلا تستخدم سيارات الخاصة إلا بأمر من المسؤولين إلى أذنوا لك في العمل. وكان هذا من صلاحياتهم أيضا، من صلاحياتهم هذا الإذن ألا بأس. نعم. نعم، اللعن فيه إثم سواء على الأولاد أو على غيرهم، لا يجوز للمسلم أن يلعن، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فلا المسلم لا تصدر منه اللعنة إلا في حق من يستحقها من الكفار والظالمين والكاذبين على سبيل العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين على سبيل العموم كذا، لكن أشخاص معينين لا يجوز بالتلعنة وتنزه لسانه. فكيف إذا كانت اللعنة للأولاد والأقارب؟ فالأمر أشد، أن يحصل بها قطيعة والعياذ بالله. نعم.
لا لا تحتسب الزائدة، هذه يعني ما هي صحيحة وليست من الصلاة فلا تحتسبها، عليك أن تأتي بركعة بدل ما فات. نعم. لا، الزكاة للمصالح التي عينها الله بقوله إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل كما هي أصنام، وليست المساجد منها، فالمساجد والقناصر والمشاريع الخيرية وبيوت الأيتام والمدارس والأشياء ما تمول من الزكاة، إنما تمول من التبرعات والصدقات ومن بيت مال المسلمين، وهو الزكاة تخفف لما أخطأ الله له سبحانه وتعالى. نعم. هذا من العادات السيئة، وإذا كان يعتقد في هذه الجبلة أنها تجلد المودة فهذا يعتبر من الشرك، لأنه استعانة بغير الله واعتقاد بتبرك بهذا الخاتم واعتقاد أنه يجمع القلوب، هذا اعتقاد شركي جاهل لا يجوز، وليس لبس الدبلة من عادات المسلمين، إنما وفدت إلى البلاد من عادات غيرهم من الجهال أو الناس اللي يقلدون غيرهم من المجتمعات. نعم. مسألة المواريث وإثبات أولادها يحتاج إلى المحكمة تنظر في الموضوع، وإذا ثبت لديها المانع من الميراث تمنع منه. نعم. لا يجوز إسقاط الحمل بعد وجوده، لا يجوز إسقاطه، وإن إنهم قبله أولاد معاقون هذا لا يجوز إسقاط الطفل ولا يجوز إسقاط الحمل، لأنك لا تدري، ربما أن الله يصلحه وربما أن الله يكمل خلقته، وهذا التشاؤم إسقاطه يعتبر من التشاؤم وظن السوء بالله عز وجل، الله قادر على أن يغير هذا المولود ويجعله خلقة كاملة أو سويا، فأحسن الظن بالله عز وجل ولا تلتفت إلى ما يقوله الأطباء إن هذا يحدث التشويه وهذا 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 بالآتي وهذا كذا، فهذا كلها أقاويل باطلة لا تلتفت إليه، اعتمد على الله وتوكل على الله، وإذا حصل شيء على غير مقصود كل أمر لله سبحانه وتعالى، أنت ما منك تفريط ولا منك، هذا بأمر الله ترضى بقضاء الله وقدره. نعم. يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي مكشوفة الرأس إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، إذا كان عندها محارمها أو نساء أو ما عندها أحد تكشف رأسها وتقرأ القرآن، أما السجدة فالأعرف أنها تتستر، لأنه قيل أن السجدة صلاة حكم وحكم الصلاة، فمن الأحوال أنها تتستر للسجدة. وهذه تعيش في مجهلة من المجال، ما عندها علماء تسألهم
لماذا لم تسمع العلماء؟ هذا كله باطل، كله كلام غير صحيح وقول على الله بلا علم. قول يسهل الرجل ويسهل الطفل لا تبطي عدتك، هذا من التقصير والقصور. فالواجب انك سالك اهل العلم ولا تعتمد على اقوال العوام وعادات العوام، عدتها صحيحه والحمد لله. نعم. إذا كان هذا الطفل ما له عائل يعوله ولا ينفق عليه يجوز أن تعطيه من الزكاة، أما إذا كان له عائل وله ولي ينفق عليه فلا تحل له الزكاة. وأيضا الزكاة إنما هي للحاجة الحاضرة، للحاجة الحاضرة، أما المستقبل فلا يعطي الزكاة من أجل أمور المستقبل لا يدرى أن تحصل أو ما تحصل، هي الزكاة للحاجات الحاضرة والحالات الحاضرة. نعم. الواجب على المسلم أن يأخذ الدين من مصادره، لا يأخذه من أي أحد من القنوات الفضائية أو من غيرها، يأخذه عن العلماء الموثوقين بعلمهم وعقيدتهم، العلماء الموثوقين بعلمهم وعقيدتهم وعملهم، ولا يأخذه عما حب ودب من القنوات الفضائية وأناس لا يعرف عنهم شيئا لا في العلم ولا في العمل ولا في الثقة. الدين ما هو أمر سهل تأخذه عن كل أحد، إنما تأخذه عن أهل العلم الذين يوثق بهم وعندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. القنوات الفضائية لا يعتمد عليها أبدا، عندكم ولله الحمد العلماء تسألونه في هذه البلاد تسألونهم عما أشكل عليكم. نعم. زوجة أبيك أو جدك من محارم، من محارم تجوز تراها، ولو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لأبيك أو لجدك، من أبيك أو من أمك، جدك من أمك أو جدك من أبيك، أنت محرم لها. نعم. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والأب يشمل الأب والجد، يشمل الجد من قبل الأب والجد من قبل الأم، كلهم يقال لهم آباء. نعم. النصيحة ولعلها تكون هي خاتمة في هذه الحلقة، النصيحة أننا نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على الانتفاع به والاستفادة منه وعلى العمل الصالح الذي نؤديه في هذا الشهر، وأن يتقبله منا، أن يتقبل منا، أن يعيننا على العمل الصالح في رمضان وفي غيره، وأن يتقبل منا، وأن يجعل رمضان وغيره شاهدا لنا عند الله بالخير، ولا يكون شاهدا علينا بالتفريط والإضاعة. فهذا رمضان موسم عظيم يمر في حياة المسلم، فينبغي له أن ينتهزه فيما ينفعه ويفيده عند الله سبحانه وتعالى، وإلا إن مر ولم يستفد منه صار خسارة عليه يوم القيامة، وصار طلبة في حياته يوم القيامة. ولماذا يفرح الإنسان بطول العمر إلا لمثل هذه الأيام وهذه المناسبات الخيرية يدركها ويستفيد منها؟ نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. الواجب على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه وتعالى: اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تسلمون. قال جل وعلا: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أبو تقوى في آيات كثيرة ورتب عليها خيرات عظيمة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: اتقوا الله ويعلمكم الله. وقال جل وعلا: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأخبر أنه يحب المتقين. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له من امره يسرا. الى غير ذلك من الايات التي رتب الله فيها على التقوى خيرات كثيره عاجله وعاجله. فهي كلمة عظيمة لأنها تجمع الدين كله، لأن معنى التقوى كما فسرها السلف. وقالوا: تقوى الله سبحانه وتعالى حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا يكفر. وقال بعضهم: تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: تقوى الله هي الخوف من الجليل والاستعداد للرحيم والقناعة بالقليل. وعلى كل حال هذه التفسيرات كلها متقاربة، كلها تدل على أن تقوى الله من امتثال أوامره وجاء نواهيه واجتناب نواهيه خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. فهي كلمة عظيمة، كلمة عظيمة جامعة، ويجب أن تكون ملازمة للمسلم في كل موقف وفي كل حالة. فعليه أن يتقي الله في كل حالة في كل موقف في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان، سواء كنت مع الناس أو كنت وحدك قائلا عن الناس. فيجب أن تتقي الله في جميع المواقف، لأن يعني هذا هو حقيقة التقوى. أما الذي يتقي الله في باب الأمور ولا يتقيه في الباب الآخر فهو لا يكون متقيا لله سبحانه وتعالى. فعلى كل مسلم أن يستشعر هذه الكلمة العظيمة وأن يعرف معناها وأن يعمل بها.
لأنها تجمع كل نصال الخير وكل أمور الدين فهي كلمة جامعة. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في رعاد حسن عند مليك مقتدر. وقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إلى أهلهم يستغفرون وفي أموالهم حق للدار من المحروم. هذه صفات المتقين. قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين لا يمسهم فيها نقص وما هم منها بمخرجين إلى غير ذلك من الآيات. فليست كلمة التقوى كلمة تقاس النساء بدون فهم بمعناها، وأيضا ليست كلمة التقوى مجرد التلفظ مع العلم بمعناها، بل لا بد من العمل لا بد من العمل بمقتضاه والتقيد بما تدل عليه. هذا هو المقصود. المسلم يتقي الله في أي أمر يريد الإقدام عليه، ينظر هذا الأمر هل هو يتوافق مع دينه فيمضي فيه أو يتخالف مع دينه فيتركه، يتقيه ويتركه ويخاف من الله سبحانه وتعالى. فإذا عرض أمامه شيء من الأمور فإنه لا يقدم عليه حتى يعرف حقيقته ويعرف عواقبه ويتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله سبحانه وتعالى لنفسه فلا يغامر بها في أمر لا يجري عن عاقبته، ولا يغامر بنفسه اتباع الشهوات المحرمة لأنه أمين على نفسه ونفسه أمانة عنده وراع عليها. فإن خرق في رعايتها فقد ظلمها وعرضها لغضب الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يتقي الله في نفسه، وعليه أن يتقي الله فيمن ولاه الله عليه لأن يقوم عليهم بما يصلحهم وأن يجنبهم ما يضرهم وأن يحسن رعايتهم. اتقي الله فيه برعايته العامة ورعايته الخاصة. وكل مسؤول من على أمر من أمور المسلمين فإنه راعي بحسب ما تولى، هناك راعي عام وولي الأمر أو لا الراعي على بعض الأمور بعض المسؤوليات، فهناك الراعي على أسرته وعلى أولاده وأهل بيته. وكل إنسان لا بد أن له رعاية ولو على نفسه على الأقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكل من تولى على عمل
فإنه راح عليه، فلا الفيل راح على العمل الذي استرجل من أجله، عليه أن يعطيه من إخلاص وإدخال، لأنه مضطر على هذا العمل، فيجب عليه الإخلاص فيه وأداء كما تكفل به، وألا يلقط شيئا منه. والمستأجر راعٍ على الأجير أيضا لا يرميه ولا يفقد حق، على صلى الله عليه وسلم أعطى الأجير أجرًا قبل أن يحس عرفه، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا أخبرهم يوم القيامة، وذكر منهم أن استأجر أجيرًا استوفى منه العمل ولم يعطه حق، فيكون قتله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الحاصل أن الإنسان لا يخلو من الرعاية، فهو راح جائزا وأمر على نفسه على غيره على أمانته على كل ما أوكل إليه وعهد إليه، فإنه راح عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا يمكن أن يقوم الإنسان بهذه الرعاية إلا إذا كان يتقى الله. ثم أيضا الله جل وعلا أمرنا أن نقي أنفسنا وأن نقي أهلينا من النار، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. وما هي الوقاية التي تقي من النار؟ الوقاية هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتجنب معصية الله ومعصية رسوله. لا يقي من النار إلا ذلك. ما يقي من النار الجدران أو العوازل التي تعلى في الدنيا، عوازل الحرارة أو الجنوب أو الخطوط أو الثياب، ما يقي من النار يوم القيامة إلا العمل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولم يشق ثمر، فاصطدقه وقاية من النار، فاصطدقه وقاية من النار ولو كانت قليلة، ولو بشق ثمر يعني نصف ثمر، إذا تصدق بها الإنسان على محتاج فكله من النار وله نصف ثمر. في الحديث أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها إنسان لها، فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت تمرة وبقيت التمرة الثالثة، أرادت أن يأكل لأنها جائعة إنسان، رفعتها لتأكلها فطلبت الإنسان هذه التمرة، فأرجعتها من عند فمها وقسمتها بين البنتين، فرأت عائشة وهذا العلم فأعجبها ذلك، كيف حرمت نفسها من هذه الثمرة وهي محتاجة إليها وسقتها بين الجثتين؟ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بذلك، أوجب الله لها الجنة بست ثمر، ست ثمر، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بست ثمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حاصل أن النار لا يأتي منها إلا الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة، هذه التي تخلي من النار. ثم أيضا لا يأتي أن تخلي نفسك من النار وتترك أولادك، هو أنفسكم وأهليكم، أهليكم يشمل الأولاد ويشمل الزوجات ويشمل أهل البيت، كلهم أنت مسؤول عنهم، يجب عليك أن تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر أن تنكرهم بطاعة الله، لأنهم ما جابوا من بيتك فهم رعيتك، حتى الرجل الذي يأتي عندك في البيت هو من رعيتك، أنت المسؤول عنه.
فعليك أن تقي من النار لأن تلزمه بطاعة الله، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر. هو أنفسكم وأهلكم نار، وقودها الناس والحجارة. المعروف عندنا أن النار توقد من الخشب أو من الحطب أو من الغال، لكن نار الآخرة والعياذ بالله وقودها الناس دهن، دهن الكفار والإنصار، اشتعل بهم النار الدهن، تصبح وقود حطب للنار. يكون حطبا للنار بدل الحطب المعروف عنده. والحجارة إلا هي حجارة الأصنام التي كانوا يعملونها توضع معهم في النار والعياذ بالله، ليعرفوا أنها باطلة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولكنما إذا كان المعبود راضيا بالعبادة أن يعبد من دون الله أو يدعو الناس إلى أن يعبدوه، فلا شك أن الآية تتناولهم من باب أولى، فهو طاغوت كما قال أهل العلم من أنواع الطواغيت من عبد وهو راض. وأما الذي عبد وهو لا يرضى بذلك ولم يأمر بذلك وإنما عبد بعد وفاته كالأنبياء كعيسى عليه السلام عبد من دون الله بعد وفاته، ويوم يوم كان حيا كان ينهض ويقدم من عبادة غير الله. ولما سمع المشركون هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حقه جهنم قالوا نحن نعبد الملائكة ونعبد عيسى ونعبد هؤلاء الجنة، فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون خفيفها وهم في نفسها أنفسهم خالقون. ورد الله على المشركين بقوله لما سمعوا هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم قالوا إنا نعبد المسيح آلهتنا خير أم هم. قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو يعني المسيح إلا عبد من أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أليس إلها وليس معبودا وإنما هو عبد. هل العبد يعبد مع الله عز وجل؟ إن هو إلا عبد عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يدل على قدرة الله حيث أوجده من أم بلا والد، هذا دليل على قدرة الله سبحانه وآية من آيات الله. كما خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، فالذي خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب، بل خلق حواء من آدم بدون أم، من ذكر بدون أنثى. الله جل وعلا قادر على كل شيء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الذي خلق آدم من تراب ألا يقدر من باب أولى على أن يخلق عيسى من أم بلا أب؟ بل هو قادر سبحانه لا يجده شيء. خلق حواء من آدم بدون أم، فهو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. ما ضربوه لك إلا جدل، كان من أجل الاعتراض فقط وإلا هم يعلمون إن هذا بعض، بل هم قوم خصمون. وأبغض العباد إلى الله خصم الألف الذي يجادل بالباطل ويخاصم بالباطل، نسأل الله العافية، يريد الانتقام للباطل، هذا أبغض العباد إلى الله عز وجل. الحاصل أن على العبد أن يتقي الله عز وجل ويحقق هذا بالقول والعمل مع نفسه ومع غيره ممن ولاه الله عليه ومع اخوانه المسلمين عموما
أن يتقي الله فيه، يحسن إلى المحتاجين، ويرحم الضعفاء والمساكين، ويحسن أيضا إلى الذين يقعون في الخطأ ويرتكبون المعصية، يحسن إليهم بدعوتهم إلى الله وهدايتهم إلى الحق. هذا من أعظم الإحسان وأعظم الهدايا التي تأتي مفيئا إلى التوبة وإلى وتدله على طريق الخير. هذا أعظم من أن تعطيه الذهب والفضة والأموال الطائلة إذا أنقذه الله.